السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة أحباب، مرحبا بكم دائما. اليوم احنا جينا نديرو جولة فتنا الأولى للسينما الأندلس، سينما قديمة كبير كان. دونك كيما راكم تشوفوا هذه السينما الأندلس يعني ما بقاتش خدامة. ديها نصور واحد شويه في المدينه وديروا اللايك. خوتي خواتاتي كما راكم تشوفوا رحنا فتنا على واحد السويقه ورانا صورت لكم هذا المقطع. هادو كانوا في الطحطاحه، ايوا تنقلوا هنايا. يخدموا في المشروع ديال الساحه الجديده في المرشي القديم، هم يخدموا ورانا صورت لكم هذا المقطع. او ما عاد خدامين، راهم قربوا يكملوا الساحه الجديده ان شاء الله. من تكمل غادي نسجل صوره. ايوا هذه هي الطحطاحه اخوتي خواتاتي، هذه هي الطحطاحه، راح نصورها غير اللي بعدو صافي. ومن هاد الجهه منا شارع الذهب، شارع ابن سينا. هذه هي الطحطاحة، رحنا غير نخطفوا لكم مقاطع وصافي باش تشوفوا. هادي الرومبوا ديال الطحطاحة، الرومبوا تاع الطحطاحة، ومن هنايا بهاد الاتجاه شارع الذهب. هذا هو شارع الذهب ابن سينا، حي ابن سينا، في كنيسة محمد صاحبي اللي في ليبيا. المهم خوتي خواتاتي كيما راكم تشوفوا رحنا في شارع في ابن سينا، هاد الشارع معروف كبير ما في مكان.
عاد شو وصل بكم الشارع ابن سينا شارع المهم خوتي خواتاتي رحنا مروحين للدار وماذا بكم تبارطاجيو هذا الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي وبالسلامة في فيديو قادم إن شاء الله.